مادة اللغة العربية كانت ضربة البداية في امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع. محافظ القاهرة قام بجولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية الامتحانية وتوفير الاستقرار للطلاب. سعادة الطلاب كانت واضحة من سهولة الامتحان والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط. أهم الأسئلة يعني قراءة كان فيها نقط مهمة وتركات النحو، يعني هم دول أكتر نقطتين. إنما البلاغة، الأدب بقية الفروع لا كانت كويسة. كان سهل، كان فيه أسئلة مباشرة وفيه أسئلة مش مباشرة، بس هو يعني حلو، يعني مستوى الطالب اللي هو مش لازم يفكر قوي، يعني هو سهل، كان حلو. القراءة كانت دايركت وكانت حلوة عجبتني، والبلاغة برضو والنصوص كانوا حلوين. المشكلة كانت في النحو، وان البابل شيت خد مني وقت كتير، كنت ممكن اركز فيه في النحو اكتر ودقق اكتر. مواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها الوزارة شملت 85% من الأسئلة الاختيارية من متعدد و15% للأسئلة المقالية. امتحان كان عدد الأسئلة كان 55 سؤال، 4 مقالي و51 سؤال اختياري. احنا بس الوقت ما كانش مساعدنا في حكاية ان احنا بنحل في ورقة الأسئلة وبعد كده نرجع ننقل الإجابة النهائية في البابل شيت، بس فعشان كده الوقت ما كانش مساعد قوي. يعني 54 سؤال بس، كان في وقت كافي ان انا احل وبعد كده اظلل، يعني كان في وقت بالنسبه لي حلو. وغير ده كله كان كتاب المفاهيم فايدني انا جوه الامتحان نفسه. الاجابات نفسها كانت سهله، والاسئله يعني الاجابات ما كانتش مثلا اربعه صح مثلا وانا عايز الاصح، لا كان في مثلا ثلاثه غلط واحده بس هي اللي صح. امتحان يعني في مستوى الطالب المتوسط، يعني اللي مذاكر كويس واللي مركز في الاسئله بتركات هيقدر يحل. النحو ما كانش احسن حاجه يعني في بعض الاسئله، بس كان في اسئله كانت واضحه في النحو. ويؤدي اكثر من 783 الف طالب وطالبه، منهم قرابه 98 الف طالب وطالبه لشعبه علم رياضه، و 391 الف طالب وطالبه لشعبه علم علوم، و 276 الف طالب وطالبه للشعبه الادبيه. امتحانات الثانويه العامه حتى 15 من يوليو القادم. محمد محروس، التلفزيون المصري.